السلام عليكم ورحمة الله. اهتز حي القرابة بمنطقة عين بني مطهرة بإقليم جرادة يوم أمس على وقع جريمة قتل بشعة. راحت ضحيتها السيدة وذلك بعد إصابتها بجروح جد بليغة على مستوى الرأس والبطن إثر شجار مع سيدة أخرى من نفس الحي. وكشف مصدر محلي أن الهالكة أم عازبة لطفلين دخلت في ملاسنة كلامية مع جارتها بسبب خلاف بينهما قبل أن تتطور الأمور إلى شجار وصف بالعنيف بينهما ما خلف إصابة الضحية على مستوى الرأس والبطن بجروح خطيرة تسببت لها في نزيف حاد عجل بوفاتها وهي في طريقها للمستشفى الإقليمي العوينات. وأضاف المصدر أن الحادث استنفر السلطات المحلية وعناصر الأمن الذين حضروا لعين المكان وتم توقيف المشتبه بها لتعميق البحث معها حول دوافع شجارهما مع الضحية وتسبب في وفاتها. نشكركم على حسن المتابعة.